أعظم شرف أن تتحدث عن رسول الهدى عليه الصلاة والسلام. وكلما سمعتم هذه نصيحة ووصية في هذه المحاضرة وغيرها، كلما سمعتم اسم محمد عليه الصلاة والسلام فصلوا عليه وسلموا تسليما، وأبشروا بالأجور الكثيرة. يقول كعب أو أبي بن كعب: أتيت النبي عليه الصلاة والسلام فقلت: يا رسول الله، إني أجعل لك من صلاتي ربعها، يعني وقت ذكري أعطيك ربعه أذكرك به وأصلي عليك فيه. قال النبي: خير لك، ولو زدت لكان خيرا. فقال: إذن أجعل لك من صلاتي نصفها. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: أترك لك من صلاتي ثلثها. قال: خير، وإن زدت فهو خير لك. قال: إذن أعطيك وأجعل لك كل صلاتي يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر ذنبك. ولذلك صلوا على رسولكم، فإن في الصلاة عليه أن تكفى همومك، وأن تغفر ذنوبك، وأن يخفف الله عنك مما أصابك. سؤال: أنتم مشتاقين لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أنا متأكد أن في قلوبنا شوق لرسولنا عليه الصلاة والسلام يتجاوز الحد. أقرب لكم: من منا فقد أب أو أم أو أخ أو حبيب، لما يأتي على طيفك ذاكرته أو ترى صورته أو تسمع اسمه، شعورك ما هي؟ لك أن تتخيل أنه ينبغي ويجب أن يكون الشعور الحقيقي تجاه رسولك عليه الصلاة والسلام أعظم. ولذلك يقول عمر بن الخطاب: مررت في سكك المدينة، يقول، فرأيت النبي، شفت الرسول عليه الصلاة والسلام فسلمت عليه. شوفوا الخلق العظيم من محمد بن عبد الله لأصحابه عليه الصلاة والسلام. يقول: فابتدرني النبي، يعني قام لي، فأول ما سلمت عليه يقول: أمسك بيدي، شيء من الحب والألف. قال: فكان في نفسي شوقا لرسول الله أكثر، أنا أحب النبي عليه الصلاة، لكن لما أمسك بيدي زاد الحب والشوق لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: فمشينا قليلا شوي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أتحبني؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: أكثر من مالك؟ قال: أكثر من مالي. قال: أكثر من أهلك؟ قال: أكثر من أهلي. قال: أكثر من ولدك؟ قال: أكثر من ولدي. قال: أكثر من نفسك؟ قال: لا. فأطلق النبي يده، قال: إذن حتى أكون أحب إليك أكثر من نفسك، لا يكتمل إيمانك حتى أكون أحب إليك من نفسك وولدك ومالك وأهلك والناس أجمعين. يقول عبد الله بن عمر راوي الحديث: فرأيت أبي عمر يمشي قليلا، يعني راح مكان في خلاء ووقف. يقول: فجلس يتأمل في السماء عمر. يقول: فرجع وهو يبكي. قلت: يا رسول الله، والله إني أحبك لأكثر من نفسي. قال: الآن يا عمر، يعني الآن اكتمل إيمانك يا عمر. يقول عبد الله بن عمر: فقلت لأبي، سؤال، وش اللي غير الموضوع؟ كيف لما ذهبت واختليت بنفسك رجعت فكان النبي أحب إليك حتى من نفسك؟ قال: يا عبد الله، تذكرت أمرين اثنين. اسأل نفسك هالسؤالين. يقول: قلت لنفسي: الذي أنقذك الله به من الجهالة إلى العلم ومن الضلالة إلى الهدى من؟ يقول: فقلت رسول الله. يقول: فقلت: يوم القيامة أنا أحتاج نفسي أكثر ولا أحتاج النبي عليه الصلاة والسلام أكثر؟ يقول: فعلمت أني أحتاج الرسول عليه الصلاة والسلام أكثر، وهذا هو الذي جعله أكثر في قلبي حبا
يقول عبد الله بن عمر: فعلمت أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: لا يكتمل إيمان عبد حتى يكون الله ورسوله أحب إليهما مما سواه. الآن حب الولد حرام ولا حلال؟ حلال. حب المال حلال ولا حرام؟ حلال ما لم يطغى. حب الزوجة، حب العشيرة، حب المال، كلها أشياء حلال. قل: إن كان آباؤكم إيش كملوا، وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. الموضوع اختلف. لما تصبح هذه الثمان المحبوبات الحلال أحب إليك من الله ورسوله فتربص، تتربص العذاب، تتربص المصيبة. لا يمكن أن يقدم أحد على محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. أنا ما بعد بديت في موضوعي، ودي أنقلكم من جامع الشبلان إلى مسجد المدينة، وبنقلكم من أبها إلى طيبة. أبغاكم تعيشون معي هالمشاعر، لأن إحساسك بالواقع يخليك تشعر بمن تتحدث عنه. المدينة الآن إذا دخلناها احنا كلنا وش نقول؟ يا أخي تشعر بركة، تحس براحة. هذا كلام يتداوله العوام، وهذا الكلام صحيح، لأن في المدينة بركة. أبذكر لكم، أنا أريد من الحديث عن المدينة شوي أن ننتقل بروحنا ومشاعرنا وإيماننا هناك علشان نعرف من نتحدث عنه. حنا نتحدث عن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعقل أن المدينة من 1400 سنة لا تزال فيها بركة؟ البركة والراحة الذي يجدها المؤمن في المدينة مهي بعبث. لك أن تتخيل، أنا قلت لكم الآن انتقلوا معي من أبها إلى المدينة، لك أن تتخيل أن المدينة نزل فيها جبريل. جبريل، أنت متخيل هذا؟ يعني أنت لما تدخل حدود المدينة يجب أن تستشعر أن أمين السماء نزل على أمين الأرض. ترى جبريل انقطع بعد نزول عيسى، بعد ما رفع عيسى انقطع عن الأرض، وقيل أن ما بين النبي عليه الصلاة والسلام وعيسى 450 سنة. وهذا اللي كلام، هذا مو كلامي، هذا كلام أهل السير منهم ابن هشام وغيره. يقول: فلما نزل جبريل على النبي في جبل أو في غار حراء احتضن الرسول. هذا الحضن شوق، كأنه يقول: أنا مشتاق لك يا محمد، أنا أنتظر اللحظة هذه من فترة، من سنوات، لأن جبريل موكل إليه الوحي، ينزل من السماء بوحي رب السماء إلى الأرض. فالانقطاع هذا، جبريل لما تدخل المدينة يجب أن تستشعر كم نزل جبريل من مرة. أمر آخر، المدينة، القرآن هذا الذي بين أيدينا نزل نصف القرآن في المدينة. تقرؤون سورة مدنية، سورة مكية، السورة المدنية نزلت في المدينة. نصف المنهج والقرآن، كتاب الله، كلام الله، نزل في هذه الأرض، نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. يجب أن يستشعر المسلم أن أول صلاة جمعة كانت في المدينة، أول مسجد بني بعد الأقصى طبعا ومكة هو في المدينة، يعني بعد الإسلام بني مسجد قباء. فحينما تستشعر مثل هذه الأمور سيصبح هناك أمر آخر. أيضا فيه نقطة في المدينة، لأنني ما أبغى نروح المدينة ونرجع سياحة، لا، في قطع مواقع في المدينة بيننا وبينها علاقة. في أرض، جيبوا لي أرض في الدنيا، أرض في الدنيا إذا دخلت تجد فيها مواضع ستجدها في الجنة، ما في إلا في المدينة، إلا في المدينة. جبل أحد، الرسول يقول: جبل أحد يحبنا ونحبه. في حد يحب حصاء؟ ولذلك لما ترقى على جبل أحد
رغم أنه حجر تشعر براحة. احنا نرجع للجبال ما نحس براحة، لكن هذا الجبل له ميزة. طبعا أنا هنا لا أشرعم، بمعنى لا يتصور الإنسان أن هناك دليل على زيارة الجبل أو أن الجبل له فضل. لا، الجبل له فضل لأن النبي أثنى عليه وله حب عندنا، لكن نحن أهل السنة نعمل بما وردت به السنة والأحاديث. لكن هذه الأماكن تنقلنا. جبل ترى طول جبل أحد 7 كيلو، تدور عليه يمكن بالسيارة الآن ثلث ساعة أو نصف ساعة. هذا الجبل إضافة إلى ذلك أنه جبل من جبال الجنة. تبغى تشوف جبل من جبال الجنة؟ أكيد ناظر جبل أحد. هذا الشعور يعطيك دافع آخر. هذا الجبل اللي يرقبه فيه، تعرفون غزوة أحد وين سارت؟ عند جبل أحد. وجبل الرماة على جبل أحد في منطقة يقال لها الشق، أنا رقيت لها، شفتها بعيني. هذا المكان صعد له النبي عليه الصلاة والسلام. والله يا جماعة المكان بهذه الطريقة، جبل كأن عليه كأنه مظلة. هذا المكان الشق يسمى، لما صعد النبي قال الجبل 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 في هنا. هذا الموضع الرسول صعد له وعمره 53 سنة. الرسول بعث وعمره 40 سنة، هاجر بعد 13 سنة، ثم في السنة الثانية حدثت غزوة بدر، السنة الثالثة غزوة أحد. فبالتالي أنت تتحدث على جبل حجر بطوله 7 كيلو. هذا جبل من جبال الجنة الذي نحن نشعر الحقيقة بمكانة هذه المدينة ومكانة ساكنها قبل ذلك صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم. الأمر الثاني، سؤال وانت تدور في المدينة، يعني أحيانا ادخل المسجد، المسجد النبوي، المسجد فيه قطعة من الجنة اللي هي وشي؟ الروضة. اختلف العلماء، الرسول يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. هذا كلام لا ينطق على الهوى. هذه القطعة من الجنة، العلماء اختلفوا هل نفس هذه القطعة بشكلها ومساحتها في الجنة، او ان من صلى فيها كأنما صلى في الجنة. هذا محل خلاف، لكن في النهاية هذا المكان في الجنة. مرة كنت أصلي في الروضة، أنا ما أحب أذكر الحقيقة القصص الواقعية، أتجنبها في كل لقاءاتي ومحاضراتي لاعتبارات كثيرة، لكن بعض المواقف أحيانا تجبرك أن تذكر. صليت في الروضة قبل سنوات، كانت الروضة أو المسجد عموما النبوي يغلق بعد الساعة 12. الفترة هذه قد يدخل من يدخل، يسر الله لي الدخول في المسجد، وفيه مجموعة بالآحاد يعني يعدون. كان فيه رجل من دولة عربية يصلي في نفس الروضة، شافني وعرفني وسلم ويبكي، وجلس يذكر عن نفسه كلام انه وقع في معاصي، وقع في ذنوب، وانه هو يقول انا اخاف ان الله ما يغفر لي. جاء مباشرة في ذهني مقولة قالها ابن الجوزي رحمه الله، فقلتها له، قلت شوف يا اخي انت وينك فيها الان؟ قال أنا في المسجد النبوي. قال أول شيء أنا في المدينة. قلت لا، الآن وين فيه؟ قال أنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قلت وين تصلي فيه بالضبط؟ قال أصلي في الروضة. قلت هذه الروضة جنة، ومكتوب طبعا في المسجد على المحراب موجود الحديث ما بين بيتي. قلت اقرأ الحديث، فقرأ. قلت تعرف وش معنى هذا الكلام؟ هذا كلام ابن الجوزي وليس كلامي. يقول ابن الجوزي من دخل جنة الله في أرضه حقا عليه أن يدخله جنته في آخرته. افرحوا فرحمة الله واسعة. إذا أنت الله هيأ لك أن تصلي في قطعة سماها النبي أنها جنة في الدنيا، رحمة الله أوسع أن يحرمك من جنته في الآخرة. ولذلك إذا دخل الإنسان إلى هذه المدينة أو إلى حتى هذه الروضة سيجد العجب. في اسطوانة، عمود، الأعمدة تسمى في اللغة الاسطوانة أو السارية. اسطوانة ستجدونها موجودة قريبة من المحراب تسمى اسطوانة السرير، مكتوب عليها كذا اسطوانة إلى اليوم موجودة. وش اسطوانة السرير؟ من يعرف؟ هذا المكان الذي كان يوضع فيه سرير النبي عليه الصلاة والسلام في الاعتكاف.
كان يعتكف النبي عند هذا العمود، هذه السارية. إذا دخلت المدينة يا رجل وأنت في الروضة، لو صليت في المحراب اللي موجود، المحراب اللي موجود قطعا ستصلي مكان ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قد تكون موضع جبهتك موضع جبهة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، قد يكون موقفك في الصف هو موقف أبو بكر وعمر وعثمان وبلال. هذا الاستشعار مهم جدا، أن يستشعر الإنسان أولئك القدوات العظام الكبار. في اسطوانة أخرى، عمود ثاني، يسمى اسطوانة عائشة رضي الله عنها، أمنا أم المؤمنين. تقول عائشة: هذا هنا كان يصلي النبي في الليل، إذا راح الناس بيوتهم خرج النبي من حجرته أو من حجراته، والحديث في مسند الإمام أحمد، فصلى عند العمود هذا يصلي الليل. تقول عائشة: كان يصلي النبي هنا في الليل، وسميت باسطوانة عائشة لأنه الموضع الذي كان النبي، أو لأن عائشة دلتنا على هذا الموضع الذي كان يصلي فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في جنب المحراب، جنب المنبر على اليسار، إذا كان وجهك عكس القبلة مباشرة إلى الشمال، ستجد أيضا أسطوانة أو عمود يسمى المخلقة، وهذا العمود هو الذي كان يتكئ عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وقيل لما كان يخطب على جذع نخلة كان يتكئ عليه، وقيل أن الحديث هذا اللي سأذكر الآن فيه ضعف، بل قال بعض العلم أنه موضوع، لكن حنين الجذع صحيح، أما حديثه فهو الموضوع. فقال: فحن ذلك الجذع، الجذع، واختلف العلماء هنا الكلام، هل اللي حن الجذع النخلة، أو هذا الجذع أو هذا العمود الذي كان يتكئ عليه النبي؟ هذا الآن مكانه عمود مكتوب عليه اسطوانة المخلقة، وسميت بهذه التسمية، قيل لأنها دفنت في نفس الموضع. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أترضى أو تهدأ وتكون رفيقا لي في الجنة؟ وفي بعض الروايات وإن كان فيها علل أنه دفن تحت هذا الموضع أي الجذع. هذا الاستشعار في ظني أنه ينقل الإنسان إلى موضع إيمان. وأكرر ذكري لمثل هذا، ليست كما قلت أن يشرعن الإنسان أمرا لم يرد فيه نص، يعني ما يجوز روح نتمسح في جدار ولا في عمود، لا، لكن حينما تستشعر وأنت في داخل هذا المكان، جيبوا لي أرض، جيبوا لي أي بلد. الآن ما شاء الله أبهى حباها الله وكساها بهالجبال وهالخضار وهالأمطار وهالجمال، لكن جيب لي منطقة إذا كان جنبها مقبرة ترتفع أسعارها، ما فيه إلا المدينة عند مقبرة البقيع، لأن هذه المقبرة تقول: دفن فيها من بنيت حضارتكم على جماجمهم. 10,000 من الصحابة، عدد الصحابة 120,000 على أصح أقوال أهل العلم، 10,000 منهم دفنوا في داخل المدينة، وعدد كبير دفنوا في مقبرة البقيع. ابن النبي إبراهيم الصغير دفن في نفس المقبرة، الإمام مالك ابن أنس رحمه الله تعالى دفن في مقبرة البقيع، ومقبرة البقيع لليوم يدفن فيها الأموات. الشيخ محمد أيوب رحمه الله دفن فيها قبل أيام. الشيخ محمد الغزالي جاء ليلقي محاضرة في المدينة وجاءت ذبحة صدرية فتوفي على كرسيه ودفن في البقيع. ونقول المقبرة هذه أيضا نحن ندرك أن قبر النبي فضلا على قبور الصحابة أنهم لا ينفعون ولا يضرون، أن ما نتقرب بأموات ولا نتمسح بأموات ولا ندعو أموات ولا عندنا أضرحة على أموات، ولسنا ممن يشرك مع الله أحدا، معاذ الله. لكن استشعار، إذا وقفت في المدينة سترى تاريخ مجيد عظيم كبير. ولذلك كل كان يتمنى يموت في المدينة. عمر بن الخطاب يقول: اللهم إني أسألك شهادة في مدينة رسولك. وقت عمر ما كان في حروب في المدينة، الحروب في العراق وفي الكوفة فقال الصحابة: تسأل الله الشهادة في أرض الأمان؟ قال: إن الله يعلم ذلك، فإن كتبه سيكون ويقتل في محرابه شهيدا.
ودفن رضي الله عنه وأرضاه مع صاحبيه. ولذلك الإيمان، الإيمان أنا نقلتكم المدينة لأن الإيمان يأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. وش معنى تأرز؟ يعني لو في حية أردت قتلها ولا رأتك هربت وفرت تبحث عن جحرها. الإيمان يأرز، يذهب، يفر، يدخل إلى أرض المدينة. ولذلك يوم أواخر الزمان لما يخرج المسيح الدجال، البلدين التي لا يدخلهم الدجال مكة والمدينة، لأن الإيمان يأرز إلى مكة ويأرز كذلك إلى المدينة. يا جماعة المدينة محاطة، استشعروا حتى تعرفون عظمة من سنتحدث عنه. أنا اليوم بتحدث ترى عن محور واحد، ما راح أقدر أتحدث عن سيرة النبي. طرحت السيرة في قناة بداية ونعمل على موسوعة الحمد لله أوشكت على الانتهاء، لكن ما راح أتكلم لا عن مولده ولا عن حياته ولا عن بعثته ولا عن جهاده، هذا يحتاج مجلدات وأوقات. أبتكلم فقط عن جزئية واحدة أختم بها محاضرة بعد ما أحدثكم عن المدينة. ولذلك المدينة محمية بحمايتين. الحماية الأولى أن الله جل وعلا حمل المدينة بالملائكة من الشياطين، ولذلك لا يدخل الدجال المدينة لم فيه ملائكة، في رواية أنهم ملكين وقيل ملائكة ولم يحدد عددهم، فحماها الله من شياطين الإنس والجن. الجن الملائكة تحرسها، وهذا هو أحد أسباب البركة. ومحفوظة المدينة بتضاريسها، المدينة من جميع الجهات الشرقية والغربية حرتين، والجهة الجنوبية جبال، الجهة الشمالية هي المفتوحة، وهي التي أشار سلمان الفارسي رضي الله عنه على النبي أيام غزوة الخندق أن يحفر خندق، لأن المدينة مغلقة من جميع الجهات إلا من هذه الجهة، وهي محفوظة بحفظ الله، ولذلك ما تدخلها لا دبابات ولا جيوش، من جميع الجهات محفوظة، فحفظها الله بالتضاريس من شياطين الإنس، وحفظها الله بملائكته من شياطين الجن. ولذلك الراحة التي يجدها الإنسان سيعلم أنه إذا دخل المدينة يسلم على أعظم مخلوق خلقه الله جل في علاه. سؤال، من أفضل النبي ولا الملائكة؟ هذا منهج أهل السنة والجماعة، النبي أفضل من الملائكة، وقال العلماء أنه أفضل من جبريل ومن ميكائيل ومن إسرافيل ومن ملك الموت. اختلفوا العلماء فقط هل هو أفضل من حملة العرش ولا حملة العرش أفضل منه، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. هل النبي أفضل من هؤلاء الثمانية أو الثمانية أفضل؟ هذا محل خلاف. من أهل العلم شيخ الإسلام اختار أن الثمانية أفضل، وعدد من المحققين اختار بأن النبي أفضل منهم. فالنبي عظيم، تتكلم عن محمد بن عبد الله، تتكلم عن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وبشركم ببشارة، صلوا عليه وسلموا تسليما. الرسول يقول ما من أحد يصلي علي إلا رد الله إلي روحي فأرد عليه السلام. اللهم صل على محمد. شو اسمك أنت؟ شو اسمك محمد؟ الآن تأتيك صلاة من محمد بن عبد الله باسمك يا علي، وأنت في أبها وفي جامع الشبلان. المؤمن يستشعر، هذا مو بكلامنا، من صلى عليه صلاة رد الله له روحه، وفي رواية قيض الله ملكا يأخذ الصلاة فتروح للنبي صلى الله عليه وسلم ويردها سلاما وصلاة عليك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والأعمال تعرض على النبي مثل الليلة، وهذه من توفيق الله لنا الليلة. يقول النبي تعرض أعمالكم علي يوم الخميس ليلة الجمعة، فما كان منها خيرا حمدت الله، وما كان غير ذلك استغفرت الله لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. النبي عليه الصلاة والسلام، الآن أعطيتكم أجواء المدينة وأظنكم بدأتوا تشتاقون أكثر،
ونعيش حب للنبي عليه الصلاة والسلام. الأخوان المصريين يقول فلان واحشني وأنا مشتاق له، والنبي صلى الله عليه وسلم قالها لجبريل وجبريل قالها له. فالصحيح انقطع جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انقطع عن الوحي قال تأخرت علي واشتقت لك، قال والله إني اشتقت لك أكثر مما اشتقت إلي، ولكنني عبد مأمور، أنا عبد يأمرني الله وآتي، وما نتنزل إلا إيش، ما تتنزل إلا بأمر ربك. الملائكة تنزل بأمر الله، وجبريل عليه السلام كذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام، سؤالي وخاصة للشباب، لو أنك عايش في وقت النبي عليه الصلاة والسلام تضحي كما ضحى الصحابة ولا لا؟ قولوا إيه، وبلغ نفسك هنية، والله لو عشنا لنضحي كما ضحى أبو بكر وعمر وعثمان، ما راح نصل فضلهم قطعا، لكن سنفعل كما فعلوا. يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي، رزق الهدى من للهداية يسأل، اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل، حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها توسلوا، ولكلهم فضل وقدر ساطع، لكنه الصديق منهم أفضل. هذه لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو كنا بين يديه اليوم لضحينا ولقمنا بما قام به الصحابة رضوان الله عليهم تشبها، وأقل أن تكون النية موجودة. ولذلك النبي تعجب من إيماننا، جلس الرسول مع الصحابة قال إني لا تعجب من إيمان قوم أو خلق، من تظنون؟ يقول هم يدي الصحابة، يقول في ناس أنا متعجب، مخلوقين متعجب من إيمانهم. الصحابة يوم سمعوا متعجب الرسول يتعجب من إيمان، معناتهم أعلى منه في ظنهم. قالوا الملائكة يا رسول الله؟ قال لا لا لا، أولئك خلق قربهم الله، يطيعونه ولا يعصونه ويفعلون ما يؤمرون، هذول لهم مكانة خاصة. قال بعض الصحابة إذن الأنبياء والرسل؟ قال لا لا، أولئك قوم اصطفاهم الله لرسالاته وأنزل عليهم وحيه. قالوا أذن إذن من؟ أنحن يا رسول أصحابك لأننا التقينا بك؟ قال لا، أنتم أصحابي فقد رأيتموني وأنا بين ظهرانيكم. إذن من يا رسول الله؟ قال أعجب من إيمان قوم آمنوا بي من أمتي ولم يروني. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، احمد الله على هذه المزية وعلى هذه النعمة. ولذلك قد تبلغ بطاعة وبإيمان وبعمل صالح ما بلغ أولئك الأفداد. فأخلصوا النية واستعينوا بالله سبحانه وتعالى حتى يكون الإنسان قريبا من ربه سبحانه وتعالى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم، يعني كأن النبي من مقام الأب. وفي آية كلما ذكرتها آيتين تستوقفني، الآية الأولى لقد جاءكم رسول من أنفسكم، تأملوا القرآن يا جماعة، عزيز عليه على النبي يعني صعب، ما عنتم أنكم تعصون الله، حريص عليكم، حريص علينا. وبذكر لكم هذا الموقف اللي سأقف اليوم فيها الآية، حريص عليكم ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال العلماء الرؤوف رؤوف بالطائعين ورحيم بالعصاة والمذنبين. فصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. والرسول الله جل وعلا يقول عن نبيه عليه الصلاة والسلام واعلموا أن فيكم إيش؟ رسول الله. الرسول فينا بسنته، فينا بهديه، فينا بسيرته، فينا بتعاليمه، فينا بهذا الوحي الذي بين ظهرانينا وأيدينا، القرآن والسنة. النبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله جل وعلا حق الجهاد. حضارة الأمة، تاريخ الأمة قام على يد محمد عليه الصلاة والسلام. إذا زرنا المدينة يا جماعة، إذا رأيت القناة السنة ورأيت المسجد النبوي ورأيت معالم المدينة، اعرف أن هناك حضارة وأن هناك قوة وأن هناك ميراث وأن هناك نزل الوحي. ولذلك
اليوم نتحدث ونحن بإحساس وحب وشوق ورغبة وتعلق بنبينا عليه الصلاة والسلام. سيرته طويلة، تتكلم عن السيرة مثلا في دروس الأمل، من علمنا الأمل اللي ضغطته الدنيا. أنا أعرف أن في المسجد الآن عشرات الرجال ركبتهم الديون، وأعرف أن من بيننا من بينه وبين زوجته يمكن اليوم مشكلة قد تصل إلى الطلاق، وأعرف أن في المصلى امرأة تبكي وتذرف عينها إما اتهمت في عرضها أو رفع الزوج يده عليها، وأعرف أن في الأمة من الهموم والغموم الشيء الكثير. تتصورون أن الرسول بعث الأمل في نفوسنا؟ دخل النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد في غير وقت صلاة، ولقى رجل من الأنصار يقال له أبو أمامة، فقال له النبي: ما لي أراك تجلس في المسجد في غير وقت صلاة؟ قال: هموم لزمتني وديون أثقلتني يا رسول الله. قال: أولا أدلك على قول إذا قلت أذهب الله عنك همك وقضى الله عنك دينك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: قل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والغم أو الحزن والهم، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من البخل والجبن، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. يقول أبو أمامة: والله إني قلتها فأذهب الله عني همي وقضى الله عني ديني. النبي صلى الله عليه وسلم تعلمنا من سيرة دروس الأمل وعدم اليأس، تعلمنا أن الأمل كبير ولو أظلمت الدنيا، تعلمنا دروس الأخلاق، تعلمنا درس مهم وهو أن الحق غالي، تعلمنا أن البذل والعطاء لأجل قيام التوحيد والسنة أنه دين، تعلمنا دروس في التخطيط وهذا ذكرته في دروس السيرة، دروس في الإدارة، دروس في فن التعامل مع الزوج مع الجيران مع الحاكم مع الغير المسلم، دروس في النهضة، كيف تنهض الأمم وكيف تقوم. ولذلك تجدون أنجح تجربة بشرية مرت على وجه الأرض تجربة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حياة محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك مع أن الرسول عليه الصلاة والسلام من الأعلى، يقول ابن القيم: الرسول من الأعلى مقطوع، ومن أسفل مقطوع، ومن النصف مقطوع. وش معنى الكلام؟ قال: من الأعلى قد مات أبوه، ومن الأسفل ليس له أبناء يرثونه، ومن النصف صلى الله عليه وآله وسلم أنه عليه الصلاة والسلام ما خلف دينارا ولا درهما، لكن النبي جاء يتيم، الرسول صلى الله عليه وسلم يتيما، يعني حملت أمه وسافر أبوه. يقول النبي أن أباه قد سافر وأمه كانت حامل لم تعلم بحملها بعد، اكتشفت أنها حامل بعد سفر أبيه بشهرين، ومات أبوه وهو حمل في بطن أمه، ولما ولد صلى الله عليه وسلم يتيم ربته أمه، كيف ماتت هالأم؟ شوفوا كيف عانى من البدايات. يقول: ذهبت أمي، ذهبت معها، وذهبت معهم امرأة من الموالي أظنها أم أيمن أو غيرها الآن نسيت اسمها، فذهبوا من مكة إلى المدينة يزورون خوال النبي صلى الله عليه وسلم أو خوال أبوه من الأنصار. هذا من الوفاء من الزوجة، بعض الزوجات يوم تقول لا تروح لا لأهل أبوك، الله لا يبغاهم واللي ما يبغون، بينما هي تقرب وتربي الولد على زيارة أهل والده. يقول: فمررت على قبر أبي ومكثنا في المدينة شهرا، هذا الكلام 6 سنوات، وبينما نحن في طريقنا راجعين من المدينة إلى مكة، يقول: مريضت أمي، تعبت تعب مفاجئ، وسقطت، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء 3 أيام، فازداد مرضها، ثم أشارت إليه بيدها للرسول وهو صغير. ولك أن تتخيل، احنا يا جماعة إذا شفنا صورة من صور أبنائنا وإخواننا، نسأل الله أن يفرج عنهم في سوريا أو في غيرها،
اللي جالس أمام أبوه وهو مقتول ولا أمام والدته وطايح عليها هدم ولا بيت، تدمع عيوننا من صورة. وهذه الرحمة التي ينبغي أن تكون بيننا. النبي عليه الصلاة والسلام تدعوه أمه فإذا بيقترب إليها فأرادت أن تحضنه ثم تموت أمام النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل طفل 6 سنوات توه شايف قبر أبوه وتموت أمه بين عينيه وعمره 6 سنوات. قال: فنظرت إلى أمي وكانت الجارية معنا صغير، فأجلستني فأخذت تحفر قبرها، وجلسنا نحفر 5 أيام نحفر قبر أمي. ذكر ذلك ابن هشام وغيره من أهل السير. فلما حفروا لها قبرها دفنوها ودمعت عيناها. يقول النبي يوم جاء يوم الفتح، يقول: فمررت في طريقي على قبر أمي فاستأذنت ربي أن أزورها فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها وأستغفر لها فلم يؤذن لي. قال: فلما وقفت، لأن يروي عمر الحديث، يقول: فلما وقف النبي عليه الصلاة والسلام حتى سمعنا صوته. يا ترى ما الذي أبكى؟ وبكى الصحابة كلهم في موقف كهذا. بالله عليك، هذا الرجل الذي عانى من البدايات عليه الصلاة والسلام حتى مات عمره 63 سنة وكان يصلي جالس، ودخل عليه الصحابة قالوا: يا رسول تصلي قاعدا جالسا؟ قال عليه الصلاة والسلام: حطمني الناس، تعبت. جلس النبي تعب وهو يصلي 13 يوما قبل موتي كانت متفاوتة صلاة بين قعود وقيام، وال5 أيام الأخيرة كان كلها صلاة وهو جالس. جلس عليه الصلاة والسلام من ثقل المسؤولية، جلس صلى الله عليه وسلم من حمل للرسالة العظيمة، جلس صلى الله عليه وسلم لأنه ينظر إلى أمته، يرغب أن يبلغ هذا الدين وينتشر التوحيد وينتشر الخير في الأمة. فهل استقبلنا هذه الرسالة كما أراد رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا؟ النبي عليه الصلاة والسلام حينما تتحدث عن أنجح تجربة في الدنيا فأن تقول للناس: هذا محمد ويحق لي أن أفتخر به صلى الله عليه وآله وسلم. يوم القيامة، ترى الآن تبدأ محاضرتي، كل اللي تو مقدمة. يوم القيامة أبذكر لكم كيف هو حريص علينا. الدنيا سمعنا في السيرة وقرأنا في الكتب اجتماعنا هذا من حرصه علينا، لكن بنقلكم الآن إلى يوم القيامة. وين النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته؟ هل انتهى النبي منذ أن دفناه ومات؟ لا لا، بعض الناس توقع أن الموضوع انتهى. النبي إلى اليوم وهو معنا، وسأذكر لكم بالأدلة الصحيحة. ويوم القيامة ستجدون رحمته بكم ورأفته بكم وحرصه على أمته صلى الله عليه وسلم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين الرؤوف الرحيم. أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة من؟ عليه الصلاة والسلام. طيب ليش هو أول واحد؟ من يعطيني؟ من يجيب؟ غير أنه أول من يدخل الجنة، هذا الكلام صحيح لكن غير هذا. طيب ليش؟ بمعنى أوضح شوي. أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة هو النبي. تدرون ليش؟ تخيلوا يوم القيامة على شدة أهوالها وعلى ما فيها من الأهوال: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إذا ليش أنت أول واحد تنشق عنك القبر يا رسول الله؟ حتى إذا خرج وخرجت أمته بعده والناس يطمئنهم كأنه يقول: أنا موجود، لا تخافوا من هذا اليوم. إذا خرجنا الناس يطلعون كأنهم جراد منتشر، فإذا برسول الله واقف أول من يقف على أرض المحشر تطمئن النفوس. لأن عندنا حديث، وبالمناسبة هذه البشارة
قيلت لجميع الأنبياء وجميع الأمم أن من سيشفع يوم القيامة خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين. فالناس مطمئنة، تطلع من قبرك فإذا برسولك عليه الصلاة والسلام موجود. شفتوا حرصه على أمته وحرصه على الخلق، كل الخلق، لأنه رحمة للأمة بل للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فيخرج النبي صلى الله عليه وسلم، البشرية كلها واقفة، كم يمكثون الناس ينتظرون؟ 50,000 سنة. و50,000 سنة إن يوم عند ربك إيش؟ كألف سنة مما تعدون. هذا اليوم الواحد، يعني 50,000 سنة بمقدار هذا اليوم الذي ذكر الله عدده نصا في القرآن. 50,000 سنة حر وشدة أهوال وعرق، والناس عرات، فإذا تعبوا يشوفون الأنبياء، أول من يذهبون له آدم. آدم أنت أبو البشر عليهم الصلاة والسلام جميعا، أنت أبو البشر، اشفع لنا عند ربك. الحديث شهير ومعروف، فيقول نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح، ويذهبون الأمم كل الأمم إلى نوح، ويقول لهم كما قال آدم نفسي نفسي، ويدورون على الأنبياء كلهم، موسى وعيسى وسليمان وزكريا ويحيى، حتى يأتون إلى عيسى فيقول اذهبوا لمحمد فإنه أحق بها. فيأتون كل الأمم، أمة نوح وأمة آدم وجميع الأمم وأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فيذهبون إلى رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم. احمد الله أننا من أمته، اللهم لك الحمد والشكر. فيأتون إلى النبي، استشعروا هذا الموقف. طيب سؤال، ليش الله جل وعلا ما جعل الأمم تذهب للنبي مباشرة؟ ليش راحوا آدم ونوح وعيسى وغيرهم عليهم الصلاة والسلام جميعا؟ يريد الله أن يبين حتى في ذلك الموطن فضل محمد صلى الله عليه وسلم، أنه ليس لأحد أن يشفع إلا هو برضا الله جل وعلا وأمره. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم، هو يقول فأقف تحت العرش، وفي رواية على يمين العرش، في موضع يغبطني عليه الأنبياء والصديقون والمؤمنون، ثم يسجد تحت العرش ويستشفع ربه، يا رب أنت وعدتني بالشفاعة. فيقول الله جل وعلا يا محمد ارفع صوتك واشفع تشفع وسل تعطى. في بعض الروايات أنه يرفع مبتسم، أنه أذن له صلى الله عليه وآله وسلم أن يشفع للأمم ولأمتي على وجه الخصوص في ذلك المكان. فيأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قبل يبدأ الحساب يرفع لواء. شوف وين الرسول، يعني الرسول معنا من أول لحظة طلعنا من القبور، يرفع لواء، يسمى لواء إيش؟ لواء الحمد، ولذلك سمي محمد، لأنه حمد حتى أصبح محمدا، محمود الصفات، محمود الأفعال، محمود الأقوال، كثير الحمد لله صلى الله عليه وسلم. فلما رفع نصب اللواء يقول النبي ينضوي تحته كل الخلق حتى الأنبياء من لدن آدم إلى من سواه، فيأتون تحت ذلك. يقول النبي ولا فخر، أنا ما أقولها فخر ولكني أقولها لأنها حقيقة وستكون. أول ما يرفع اللواء وش اللي يحصل؟ العرض، يبدأ العرض، تعرض الأمم. وين الرسول في ذا الموطن عليه الصلاة والسلام؟ يقول تعرض الأمم أمة أمة، فأرى الأمم عليه الصلاة والسلام، فأرى النبي يأتي ومعه القوم، وأرى النبي ويأتي معه العشرة، وأرى النبي ويأتي معه الخمسة، وأرى النبي ويأتي معه الاثنان، وأرى النبي ويأتي معه الواحد، وأرى النبي لا يأتي معه أحد. وفي رواية يأتي معه الرهط والرهيط، والنبي لا يأتي معه، ليس معه أحد.
ليس مع بعض الأنبياء أحد. ثم ينظر النبي صلى الله عليه وسلم ولما يشوف الأمم تعرض، الأمة التي لم تعرض أمته، فيقول يا رب أمتي أمتي، يعني وين أمتي؟ يا جماعة نحن مستشعرون، الرسول إلى يوم القيامة يخاف على أمته ويبحث عنها. اليوم بعضنا لا يصلي الفجر في جماعة، اليوم بعضنا يعصي الله نهارا جهارا، اليوم بعضنا يحاد الله ورسوله، اليوم بعضنا تقول له قال الله قال رسوله فيقف ويرد الدليل ويرمي به عرض الحائط. اليوم الظلم موجود، أكل أموال الناس بالباطل موجود، العقوق. يا شباب يا شباب أنتم مسؤولون أيضا، والشاب مسؤول، وخاصة على شبابه فيما أفناه. الفتيات النساء، الرسول يقول أمتي أمتي يا رب، فيقول الله جل وعلا انظر إلى الأفق فينظر يقول فأرى سواد عظيم فأظن أنها أمتي، فأقول هذه أمتي، فقيل هذه أمة موسى، يقول فأقول يا رب أمتي أمتي، يقول فيقول الله انظر إلى الأفق، يقول فأرفع رأسي فأرى سواد أعظم من السواد الأول، فيقال يا محمد هذه أمتك، ومعهم 70 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. ثم قال النبي مباشرة فازتزدت ربي، يا ربي زدهم 70,000. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فزادني الله مع كل 1,000 70,000، الله يجعلنا وإياكم منهم، مع كل 1,000 70,000 لا يحاسبون ولا عليهم عذاب. يقول ففرح النبي وسر وجهه لما رأى أمته 70,000 ومعها 70,000 مع كل 1,000 70,000. فقال الله أورضيت يا محمد؟ قال نعم. هنا الناس عطشانين وحر، فيرون الناس على بعد، شوفوا كيف النبي معنا في كل لحظة، يشوفون حوضه صلى الله عليه وسلم، الله يجعلنا إياكم ممن يرد الحوض. يقول النبي فيأمرني ربي فأتقدم، يقول إذا تقدمت ينصب لي الإيش؟ المنبر. شوف لا دخلت المدينة، وهذه نسيت أقولها في المدينة قبل شوي، إذا شفت المنبر، المنبر موجود، إذا رأيتم المنبر قبل التوسعة العثمانية بمحاذاة البيت أو الحجرات، هذا المنبر سترونه يوم القيامة على حوض النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول لما رجع من الحج، حجة الوداع، وزار البقيع في حديث أبي مويهبة في مسند الإمام أحمد، مرض، وكانت ليلته عند من؟ أول مرض، لا، يوم مرض أول يوم جاه المرض، كان مرض النبي 5 أيام ومات في غرفة عائشة، لكن أول ما جاه المرض بعد ما رجع من بقيع الغرقد كانت ليلته عند ميمونة رضي الله عنها، فاستأذنها وقال النبي كلهن، فاستأذنهن أن يمرض عند عائشة، فأذن له أذن له النساء، ولما جاء يخرج قام وطاح من شدة الحرارة والمرض عليه الصلاة والسلام، فرفعه العباس والفضل شالوه على كتفيهما وخرجوا به من بيت ميمونة إلى بيت عائشة، وهو طالع في الطريق شايلينه الصحابة شافوهم الناس فخاف الناس ونقلوا الخبر أدركوا أدركوا رسول الله مريض، يعني من مستغربين، ففجع أهل المدينة وتجمع الناس في المسجد وارتفعت أصواتهم، فقال النبي ما هذا الصوت؟ قالت عائشة الناس خافوا عليك واجتمعوا في المسجد، فقال احملوني، فحمله علي والعباس وخرج على المنبر وقال يا أيها الناس قد بلغني أنكم تخافون علي، والله، وهذا الشاهد، والله إن لقائي ليس معكم هنا، لكن لقائي معكم يوم القيامة على حوضي،
والله لكأني أنظر إليه من مقامي هذا، وإني لأرى منبري على ذلك الحوض، والناس يسمعون الكلام ويبكون. ثم قال: والله يا أيها الناس، إني لا أخشى عليكم الفقر، ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت عليهم، وأن تهلككم كما أهلكتهم، إلى آخر ما جاء في خطبته عليه الصلاة والسلام. فالمنبر هذا سيكون على الحوض. وليش المنبر؟ علشان يشوف الأمة. الآن أنا جالس على كرسي تقريبا أشوف المسجد ما شاء الله إلى الجدار. الخطيب يصعد على المنبر حتى يرى الناس. الرسول يصعد يوم القيامة على المنبر على الحوض عشان يشوفنا، يشوف أمته. تدرون من سيقدم في ذيك اللحظة؟ كيف يعرف أمته؟ كل الأمم جاية بتشرب من الماء، عطشانين 50,000 سنة، لكن أول أمة تشرب هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كيف يعرفنا النبي؟ يعرفنا بالغر، أثر الوضوء، الصلاة، 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 وما ملكت أيمانكم، الصلاة التي ضيعها ضائع، الصلاة الصلة بين العبد وبين الله، الصلاة من تركها ملعون في السماء، من ترك الصلاة ملعون في الأرض، من ترك الصلاة تلعنه الحيتان في البحر، من ترك الصلاة تلعنه الطيور في الجو. الصلاة إذا مات صاحبها، أعني الذي لا يصلي، لا يؤكل ولا يشارب في الدنيا ولا يزار إلا من باب النصيحة والدعوة، وإذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدخل مكة وحرمها لأنه مشرك. يا أيها الذين آمنوا، إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. الرسول يعرفنا ويعرف أمته من أثر الوضوء، غر مثل جبين الخيل السوداء التي فيها في جبينها شعر أبيض. يعرف أهل الإيمان، أهل الصلاة، يوم القيامة بهذه العلامة. فاجتهد، ترى صلاتكم هنا. أنا قرأت في تويتر أظنه أن أحد يقول: دخلت المسجد فوجدت لي رجل كبير، كبير في السن، يقول أول ما دخل مع الأذان ما في إلا الرجال الكبير واثنين ثلاثة جالسين على كراسي، وكان في مجموعة من إخواننا العمالة الغير أهل البلد. يقول فدخل أحد الفضلاء وشاف الشايب هذا، ناداه قال: تعال يا فلان، يعرفه. قال ناظر في وجوه المصلين الموجودين، يقول توهم أذن، يقول جلست ناظر، قلت وش الموضوع؟ قال: من الموجود؟ قلت ناس تصلي. قال: شفت أحد من الأثرياء والأغنياء جاي بدري؟ طبعا لا أعمم بس أنا أذكر القصة. يقول: لا والله ما أشوف أحد من. قال: ترى منزلتنا عند الله بقدر منزلة الصلاة عندنا. شفت اللي جايين هذول بدري؟ تراهم يوم القيامة بيدخلوا الجنة قبلنا. ولذلك في الحديث الصحيح: الصلاة من أخرها إيش؟ أخره الله. أعطيكم مثال، مثال واقعي كلنا نقع فيه. اللي يجي بدري للصلاة ويتسنن ويقرأ قرآن في الغالب هو آخر من يخرج، صح ولا لا؟ واللي يجي متأخر أول من يطلع. توفيق، يحرم لأن تأخر، أخرها الله ما يبغاك. فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين، ما أحتاجه. صحيح أن الذي صلى وإن تأخر أفضل ممن ترك الصلاة، لكن بكر، الصلاة معيار إيمانك، الصلاة نداء، نداء يناديك الله إلى بيته، تحيطك ملائكة الرحمن في بيته، أنت ضيف على الله، ضيف. الضيف في بيوتنا يكرم، وعلى فقرنا وعجزنا، فكيف ضيف الله الكريم العطية المعطاء سبحانه وتعالى. ولذلك يعرف النبي أمته، ثم يأتي يتقدمون الأمة، يجون الناس يبون يشربون فيوقفهم النبي. ليش؟ يقول: أنا أشربكم بيدي، لأن من شرب من يدي شربه لا يظمأ بعدها أبدا. الله أكبر. أرجوكم تخيلوا هذا، كل واحد باسمه، أنت وأنت، فهد وعامر، سعيد، عايض، هيثم، حصة وغيرنا، تأتي للنبي فيعطيك بيده يشربك صلى الله على محمد. والله أني أتمنى أني أراه الآن فأقبل قدميه عليه الصلاة والسلام. يعطيك شربة بيده لا تظمأ بعدها أبداً.
شربة واحدة من يد النبي، يقول النبي: فينصب منبري على حوضي، والله إن الحوض إن ماءه أبيض من الثلج، وإنه أحلى من العسل، وإن فناجيله كأعداد أو أكوابه كأعداد نجوم السماء. ثم يشرب الأمم بهذه الأكواب، وأمة محمد تشرب من يده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. انتهى؟ لا، بقي الآن الصراط، ثم يقف الناس ينتظرون الحساب، فينصب الصراط على متن جهنم. الرسول وين يكون في ذا الموقف؟ أنا طبعا جمعت الأحاديث وجالس أنثرها لكم نثرا، وسامحوني أنا أتعمد التبسط، وهذه البعثرة تراها متعمدة، فلا يعتب علي أحد، لأني أستهدف عامة الناس، رجال ونساء وشباب، وأنا أدرك أن في المسجد طلبة علم وفضلاء، لكنني أتعمد التبسط، والبعثرة هذه والنزول للناس عندي متعمدة، فلا ألام من طلبة العلم والمختصون، لأن الهدف كل من حضر. الشاهد الأذان. طيب نكمل بعد الأذان إن شاء الله تعالى. وسلم على نبينا محمد. من عظمت هذا النبي أن الله جعل ذكره يذكر معه في الأذان. أشهد أن محمد رسول الله. وقال العلماء جمل الأذان توقيفية، فإذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله، تقول كما يقول المؤذن ولا تصلي عليه إلا إذا انتهى الأذان، وذلك تعظيما لحق النبي عليه الصلاة والسلام. فاللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الآن ينصب الصراط يوم القيامة. ودي أنا أقول كلام أيضا مهم، لأن ما بقي على المحاضرة إلا دقائق. لما نسمع الحديث عن يوم القيامة لا يتصور الإنسان أنه حديث وعظي بحت. الحديث عن يوم القيامة حديث يدرجه العلماء في جانب العقيدة والغيبيات، وهو جانب مهم. المسألة مين مسألة طرق قلوب فقط، بقدر ما هو تعلق وإيمان وارتباط، ومسألة أخرى يجب أن نستشعر هذا الموقف. ترى ما بيننا وبين دخول حياة القيامة إلا الموت، النفس، والله جل وعلا الأنفس والأرواح تخرج اللحظة والليل والنهار، أمم تموت على وجه الأرض، لكن نسأل الله أن يميتنا على لا إله إلا الله، ويميتنا على ما يرضيه وعلى ما يكون سبب في دخولنا الجنة. فإذا نصب الصراط على متن جهنم، الناس خوف، والآن جت لحظة المرور. الصراط هذا ليس جسر كبير، هو جسر في التسمية، لكن في الوصف أدق من الشعر، أحد من السيف، أروغ من الثعلب، أحر من الجمر. من يستطيع؟ وله كلاليب تخطف من يمر، من كتب له أن يسقط في نار جهنم والعياذ بالله. النبي أول من يمر على الصراط، فإذا مر الصراط بطبيعة الحال طرفين أو طرفان، إذا مر النبي على الطرف القريب من الجنة يقف، ما يذهب، وهو ينظر للأمة ويقول خوفا وحبا وحرصا: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. ويمر الناس، ويختلفون الناس في درجات المرور، منهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاود الخيل مسرع، ومنهم من يمر كالرجل الذي يجري، ومنهم من يمر يحبو، ومنهم من يزحف، ومنهم من يخبو، ومنهم من يسقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والرسول يرى. فإذا مر من نجا، شوفوا لحظات النبي معنا في يوم القيامة في كل لحظة. يا جماعة ما اشتقت لرسول الله، هذا النبي الرحيم الذي معنا حتى في تلك اللحظات. وإذا مر الناس عليه الصلاة والسلام يشوف رجل يمر على الصراط فتخطفه الكلاليب فيسقط، فيحاول النبي يدعو الملائكة أن تنقذه، فيقال: يا محمد دعه، فيقال: إنه من أمتي. قال: دعه، إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، ما تدري ماذا فعل بعدك. ويقول النبي: سحقا سحقا،
أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم يقفون الناس الآن مجتمعين مكتظين وين؟ عند باب الجنة، ما بعد فتح الباب، كل الأنبياء. وهذه تسمى الشفاعة الأخرى، الشفاعة الأولى تحت العرش، وهنا عند باب الجنة يأتون الناس مرة ثانية، آدم ونوح وعيسى اشفع لنا، تفتح لنا أبواب الجنان. لكن الشفاعة هنا خاصة لأهل الجنة، الشفاعة الأولى خاصة لكل الأمم، لكل الخلق أو عامة. ثم لما يقبلون إلى النبي يقول أنا لها، ثم يؤذن له، فأول من يمسك حلق الباب هو محمد عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على محمد، فيطرق الباب فيرد عليه رضوان خازن الجنة، فيقال من؟ قال أنا محمد بن عبد الله. قال لك أمرت أن أفتح، الله أمرني أفتح لك يا محمد. فيفتح الباب ويأتي الناس. طبعا الباب، باب الجنة وصف في بعض الأحاديث مسيرة 500 عام، مسيرة 500 عام، والجنة كم لها من باب؟ 8 أبواب. الله يجعلنا وياكم من يدخل مع الأبواب الثمانية كلها، 8 أبواب. فإذا دخل الناس سيأتي عليها وقت يوم والناس عليه زحام يتزاحمون، فيدخل النبي صلى الله عليه وسلم أمته. ولك أن تتخيل وتستشعر أن الرسول ناديك أنت يا فلان، محمد، خالد، فهد، أيا كان اسم المرأة الرجل، ويأخذك بيدك ويقول الأنبياء إبراهيم وآدم ونوح وعيسى وأبو بكر الصحابة وعمر، هذا ابني لقد صبر في الدنيا على الفتن وقبض على دينه، فبشره الله بالجنة وبرحمته ادخله الجنة وتدخل الجنان. وتأتي المرأة والبنت ويقول هذه ابنتي لقد صبرت على حجابها في زمن الفتن والانفتاح والمهاترات والمعاكسات والمصائب، لكنها ثبتت على دينها وقبضت على حجابها وحشمتها وطاعتها لربها، فتدخل الجنة مع عائشة وفاطمة وأسماء، الله لا يحرمنا إياكم فضله. ثم الآن انتهى دور النبي له، فيذهب فيطلب ربه. لمن يا رسول الله؟ يذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول يا رب إني أريد أن أدفع من أمتي من كتبت عليهم النار. أهل الجنة دخلوا والآن باقي أهل النار، فيقف النبي يدفع أمته من خوفه عليهم. يا رسول الله إن بعضا من أمتك اليوم رأوا السنة، رأوا الحق، رأوا الهدي، لكن لم يتبعوا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن مثلي كمثل رجل أوقد نارا ثم أضاءت ما حوله ثم جعل الفراش يقعن فيه وهو يدفعهن ويحجزهن عن النار وهم يتدافعون. يقول وأنا كمثل ذلك الرجل آخذ بحجزكم. الحجز مكان ما يربط الحزام عند خاصرة البطن، يعني يمسك النبي بحجزكم ويدفع الناس عن النار، يدفعهم خوفا على أمته. وإني آخذ بحجزكم يوم القيامة وأنتم تتفلتون مني. النبي يرى هذا المشهد، ثم يأتي النبي لما يرى مجموعة من أمة دخلت النار يتركهم حتى العصاة. والله إن حب النبي واجب، ولا يقوم إيمان ولا تسلم عقيدة إلا بحبه والإيمان به صلى الله عليه وسلم. ثم يأتي رسولكم عليه الصلاة والسلام ويسجد تحت العرش ويقول يا رب يا رب. الآن يسجد يطلب ربه في أهل النار، فيقول فيحد الله لي حدا. وش معنى يحد لي حد؟ يعني يحدد لي إما عدد وإما أفعال، يعني من فعل كذا أخرجه، أو عدد مثلا 1000 ولا 100 كذا. فيحد الله لي حدا فيقول يا محمد اذهب إليهم وأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. يقول فأذهب وأطلعهم وأدخلهم الجنة، ثم أنظر إلى النار فأرى كوما أو عددا من أمتي، فأسجد تحت العرش وأقول يا رب يا رب
أمتي أمتي، فيقول فيحد الله لي حدا، ويذهب النبي صلى الله عليه وسلم فيخرجهم من النار ويدخلهم الجنة. يقول حتى الرابعة أربع مرات، ثم يقول أستحي من ربي أن أعود، فأقول يا ربي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي، فيقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من كان في قلبه لا إله إلا الله، أخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه شعيرة من إيمان. يقول فآتي إليهم وأخرجهم وأدخلهم الجنة، ثم أرجع مرة أخرى وأسجد وأقول يا رب، فيقول الله جل وعلا يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وفي قلبه حبة من إيمان. يقول فأذهب فأخرجهم فأدخلهم الجنة، ثم يقول الله يا محمد اذهب وأخرج كل من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه مثقال ذرة من إيمان. يقول صلى الله عليه وسلم فأخرجهم ولا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله، لا يبقى أحد في النار قال لا إله إلا الله. فيقول الله يا محمد هل رضيت؟ فيقول نعم ربي رضيت. وهذا هو مصداق قول الله جل وعلا ولسوف يعطيك ربك فترضى. لا يرضى صلى الله عليه وسلم حتى يدخل أغلب أمة بل كل من قال لا إله إلا الله الجنة. فأحبوه يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دنيا المحبين. أراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهوينا وتدوينا، خذها سماوية خيرا تفوز به، أو اطرحها وخذ رجس الشياطين. فلا إله إلا الله، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل ربه حتى يدخل أولئك كلهم من قال لا إله إلا الله إلى الجنة. سئل النبي من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة، حديث أبي هريرة في البخاري، قال أحق الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه. أنا أسألكم بالله قولوها وأنتم مخلصين لله، لا قولوا لا إله إلا الله، والله إني أهنئكم وأقول لكم بالعاميه مبروك وافرحوا. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه حقت له شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ما من نبي إلا له دعوة وشفاعة قدمها في الدنيا إلا أنا فخبأتها يوم القيامة. ليش يا رسول الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام خبأ دعوته حتى ينقذ بها ما يستحق الحب والاتباع والطاعة. يوم الطائف ناله من العذاب وطرد وأدمي عليه الصلاة والسلام، حتى قال والله إني كنت أهيم في قرن الثعالب. تقول عائشة يا رسول الله حدثني بأشد يوم مر عليك، قال يا عائشة أشد يوم مر علي كان من قومك، طردوني من الطائف ورجموني وأدموني حتى همت على وجهي، حتى وقفت وأنا أقول اللهم إني أسألك. اسمعوا دعوات النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم إني أشكو إليك ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت ربي ورب المستضعفين، إلى من تكيلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي. أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والدين، فينزل له ملك الجبال مع جبريل فيقول له جبريل يا محمد إن الله سمع مقالتك وإنه أرسل معي ملك الجبال
مره أن يطبق الأخشبين عليهم. فقال: لا والله لا أدعو على أمتي، لا أدعو على أمتي، لعل الله، لا أدعو على أمتي لعل الله يخرج من أصلابهم من يقول لا إله إلا الله. وكان أحوج إلى أن يدعو ربه حتى يكف بأسه وشرهم عنه صلى الله عليه وسلم، ولكنه ادخر دعوته وخبأ شفاعته إلى تلك الساعة ليشفع لأمته صلى الله عليه وآله وسلم. ورسولنا عليه الصلاة والسلام لم يكن فقط ذاك ما يقوم به صلى الله عليه وسلم، بل إنه عليه الصلاة والسلام يدافع عن أمته وتعرض عليه أعمالهم عليه الصلاة والسلام. ونحن في مثل هذا الموطن نكثر ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم. يقول أوس بن أوس في حديث يرويه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلتها فإن صلاتكم تبلغني. قالوا: كيف وقد أرمت يا رسول الله، أي بليت؟ قال: نحن الأنبياء حرم الله أجسادنا على الأرض، ولكننا لا ننفع ولا نضر، نشهد الله على حبه، فإن أبي وأمي وعمي وعرضي لعرض محمد فيكم وجاء. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال: أقررتم؟ قالوا: قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فلا إله إلا الله. زكاه الله جل وعلا في خلقه وقال: إنك لعلى خلق عظيم. ولا إله إلا الله زكاه في صدقه وقال: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولا إله إلا الله زكاه في قلبه وقال: ما كذب الفؤاد ما رأى. ولا إله إلا الله زكاه الله جل وعلا كله صلى الله عليه وآله وسلم ورفع ذكره. ولو رفعنا لك ذكرك، فصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون الطيبون الصادقون، من أراد أن يقترب من محمد صلى الله عليه وسلم فليتبعه وليتخلق بأخلاقه. أقربكم مني منزله، أحاسنكم، أكملكم، أفضلكم، كل الجمل التي جاءت على صيغة التفضيل والمبالغة جاءت في اتباعه والتشبه به والاقتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. ومن أراد أن يزداد شوقا لرسول الله فأوصيه بأربعة أمور: أولها أن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم أوصيك بوصية أخرى: أن تدرس سيرته وأن تتعلم سنته، فإن دراسة سيرته تقربك شوقا من محمد صلى الله عليه وسلم. ثالثا: اتباع سنته عليه الصلاة والسلام. رابعا: زيارة مسجده، بل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مدينته. والرحال لا تشد إلا لثلاثة مساجد، ومنها مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أخيرا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب عظيم. والله ما أصيبت الأمة بكثير من الفتن اليوم، سواء فتنة الفكر أو التكفير، أو فتن الشهوات أو الشبهات، أو فتنة الولد والمال، أو فتن الحاكم والمحكوم،
ما أصيبت الأمة بهذه الفتن إلا يوم تركت سنته وخالفت أمره عليه الصلاة والسلام. منه أكبر هدية أن يكون رسولك محمد. لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، فهذه منة الله وعطية الله وهدية الله لهذه الأمة بخاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك أن تسقينا من حوض رسولك، اللهم اسقنا من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم، اللهم اسقنا منه شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا ممن نال شفاعته، واجعلنا ممن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته واقتفى أثره إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من أحباب محمد صلى الله عليه وسلم الذين آمنوا به ولم يروه. اللهم اجمعنا معه عليه الصلاة والسلام في جناتك جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وقبل الختام أيها الأحبة، حقيقة أشكركم وأدعو لكم، وأنا فرح بهذا الحضور الكبير في هذا الجامع المبارك. أدعو لكم وأقول ليس بالغريب عليكم يا أهل أبها، فأنتم حقيقة وليس كلاما يباع في السوق، أنتم أهل كرم وأهل جود، تكرمون أضيافكم وتحبون مجالس العلم والخير والدعوة إليه، وأهنئكم على هذه البادرة، وأبشركم أن كل من زاركم من أهل الفضل والعلم والمشايخ يدعون ويثنون على حرصكم، وليس ذلك بغريب، فقد اجتمعت فيكم صفات تحمدون لأجلها، صفة الخير والإيمان ولنزكيكم على الله، وصفة الرجولة والخير والشجاعة والكرم، وتلك الصفات إذا اجتمعت على بعضها كانت في جملتها صفات كمال يوصف بها الكمل من الرجال. نحسبكم ولا نزكي على الله أحدا، فشكرا لكم. وأعرف أنكم لا تريدون الشكر والثناء، ولكن نحسبكم أن هدفكم الكبير هو أن تلقوا الله وهو راض عنكم. وأبشركم أيضا، أنا أعرف أن الليلة ليلة إجازة، ليلة جمعة، ويكثر فيها المناسبات والأعراس وغيرها، إلا أنكم تجشمتم وتعنيتم واحتسبتم الأجر، لكن هنيئا لكم، فالأجر ليس عندي ولا عند الشيخ خالد، إنما الأجر على الله جل في علاه. في بعض الأحاديث ثبت في الصحاح أنه في يوم الجمعة يكون هناك ملائكة على أبواب المساجد وفي صلاة العيدين، وقياسا على ذلك فإن ملائكة الرحمن تقف على أبواب مجالس الخير والذكر، الأبواب، أما أنها تحضر فهي والله تحضر. الآن هذا المجلس قسما بمن لا أحنث بأن قسمت به أن مجلسكم هذا فيه ملائكة الرحمن حاضرة، وأن رحمات الله نازلة، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتابه ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وإذا انتهى مجلسهم نادى مناد من السماء: قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يقول الإمام أحمد إذا جلس في مجالس العلم يتمتم، فقال له طلاب يحيى بن معين، يقول له: ماذا تقول يا إمام؟ قال: إني أدعو الله. قال: في هذا الموطن؟ قال: إن لم أدعه في موطن نزلت فيه الرحمة وحفيتنا فيه الملائكة فمتى أدعو؟ الآن وأنتم جالسين تمتم بما تريد من الله جل وعلا في قلبك، أدعو الله بقلبك أن يفتح عليك وأن يعوضك وأن يقضي دينك وأن يصلح ولدك وأن يصلح زوجك وأن يكشف كربك وأن ينفس همك وأن يشفي مريضك وأن يصلح ولدك وأن يعطيك ما تتمنى وأن يسترك في الدنيا والآخرة. وادعو إلى بناتك وإلى زوجاتك، وادعو إلى أمتك، وادعو إلى بلادكم، واسألوا الله أمنا في الأوطان وصلاحا لولاة الأمر وحراسة لإخوانكم المرابطين على الحدود، واسألوا الله نصرا للمسلمين في كل مكان، ادعو الله أن ينصر المستضعفين في سوريا. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الرحمن الرحيم، أنت الملك القدوس، أنت السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر. يا الله أنت الأول وأنت الآخر، وأنت الظاهر وأنت الباطن، أنت على كل شيء قدير، أنت الملك، أنت الملك، أنت الفرد،
أنت الصمد، أنت الله الذي لا إله غيره، نشهد أنك أنت الله، نشهد أنك أنت الله، نشهد أنك حق، وأن وعدك حق، وأن الجنة حق، وأن النبيون حق، وأن القرآن حق، وأن الآخرة حق، ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك نصر للمستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في سوريا، اللهم كن لهم ناصرا يوم قل الناصر، وكن لهم معين يوم فقد المعين، اللهم انصرهم وداوي جريحهم واقبل ميتهم، اللهم اجعل ميتهم من الشهداء، اللهم اربط على قلوب المجاهدين فيهم، اللهم انصر المستضعفين أهل السنة في العراق وفي إيران، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، واحقن دماء المسلمين في مصر، واحقن دماء المسلمين في تونس وفي ليبيا، اللهم احفظنا في بلاد الحرمين الشريفين، اللهم اجعلنا آمنين مطمئنين يا رب العالمين. اللهم إن لنا إخوة وأبناء مرابطين على حدودنا، اللهم إنا نسألك أن تثبت أقدامهم وأن تربط على قلوبهم، اللهم إنا نسألك لهم نصرا عاجلا غير آجل، اللهم انصرهم على الحوثيين، اللهم انصرهم على الحوثيين، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم، واشف مرضاهم، وتقبل قتيلهم يا رب العالمين وميتهم، واربط على قلوب أهاليهم يا رب العالمين، وردهم إلينا ردا جميلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إني أسألك أن لا تفرق جمعنا هذا إلا وقد غفرت ذنوبنا وسترت عيوبنا ويسرت أمورنا يا رب العالمين. أشكر القائمين على هذا الجامع، أخص منهم صاحب الفضيلة إمام الجامع وخطيبه وفقه الله الشيخ خالد الرياعي على هذه الجهود المباركة التي يقوم بها في هذا الجامع، وأشكر الحقيقة من بنى وشيد هذا الصرح وقفا لوالده وفقه الله وزاده الدكتور سعيد الشبلان، الذي سمعت أيضا من صاحب الفضيلة الشيخ خالد حرصه على هذا الجامع وعلى هذا الوقف وعلى عطائه الذي لا ينقطع، ومد يد العون وكثير من مناشط هذا الجامع التي قامت على جهوده المباركة، جعلها الله خالصة لوجهه وحقق الله له ما يريد. وشكر الله أيضا للقائمين على هذه المحاضرات مكتب التعاون في أبها، وأشكر الابن هيثم كذلك الألمعي الذي كان سبب في هذا اللقاء، وأشكر أيضا جمعية تراتيل في رجال ألمع، وهذه المنطقة عموما نشكرها أميرا ونشكرها قبائلا، وأقدم شكري لكل القائمين عليها. حرس الله بلادنا جميعا من كل سوء، وجمع كلمتنا على البر والتقوى، وهيأ لنا من أمرنا رشدا. والشيخ الكريم الإمام يقول هناك بعض الإخوة الذين يريدون إعلان إسلامهم، فابقوا في أماكنكم حتى يحدثكم الشيخ بما لديه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على